هذه واحدة من مضخات مياه الصرف الصحي غير المعالجة، تصب في بحر قطاع غزة ولا حلول سوى إعلان الصحة عن نذر تلوث شديد والتحذير من خطورة الاصطياف والسباحة، على الرغم من عدم وجود أماكن للترفيه سوى شاطئ البحر في ظل استمرار الحصار على غزة ولأسباب مكشوفة على هذا النحو. انهيار منظومة الصرف الصحي بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء لأكثر من 20 ساعة في الفترات السابقة، وبالتالي تصريف المياه في أماكن المياه العادمة الغير معالجة في أماكن شواطئ البحر وأماكن الرملية ينتج عنه مشاكل صحية كبيرة جدا، أهمها شريحة الأطفال وما تسببه من إسهالات وأمراض ربما تكون خطيرة جدا. رغم المكرهة الصحية التي تغطي جل شاطئ غزة، كفة الهروب من المنازل في ظل استمرار انقطاع الكهرباء ترجح على العزوف عن هذا الشاطئ الملوث. المتنفس الوحيد لقطاع غزة البحر، فيش متنفس غيره، فمضطر الواحد انه يجي على البحر، وين بده يروح؟ وطلبنا قبل هيك اكيد، طلبنا البلديات وطلبنا المسؤولين انه يحاولوا قدر المستطاع انه يصفوا ميه البحر او يمنعوا المكاره الصحيه اللي بتيجي على البحر، لكن للاسف الشديد ما فيش اذان صاغيه لهذا الكلام. الاف المصطافين يرتادون شاطئ البحر يوميا، ومعها تزيد نسبه زائري مشافي غزه على اثر انتشار البكتيريا والفيروسات التي يمكنها دخول الاجسام بسهوله. الاحتكاك المباشر والسباحه إما عبر الفم والبلع، وبالتالي يدخل الميكروب الذي يتحصن ويحمي نفسه ضد الظروف القاسية ويتحمل ظروف البحر والحر وغيره، لينتقل عبر الفم إلى الأطفال، وخصوصا اللي بيسبح في البحر، وخصوصا الأطفال اللي يعني مش مدربين ولا عندهم رعاية ولا عندهم انتباه شديد، فبيبلع من المية هذه، بتدخل في جوفه وبيبدأ الميكروب ينشط ويتحرر من القيود اللي عليه لينتقل إلى الدم أو إلى الأمعاء. في فصل الصيف تكثر حالات النزلات المئوية في جميع الأعمار، بداية أحد أهم أسباب النزلات المئوية هو الالتهاب الفيروسي، فيروسات بأنواعها. لم تجد كل النداءات نفعا ولم تستدعي حتى اللحظة أي حلول لهذه الكارثة البيئية التي يغرق فيها سكان القطاع منذ سنوات.